عسلامة ومرحبا بكل من يتابع فينا من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكل متابعينا ومتابعاتنا في نقطة مباشرة جديدة وفي بث حي جديد. الحقيقة كان بروغرامي باش نحكي فيه على الشأن الثقافي وعلى المهازل اللي قاعدة تحصل في قطاع الثقافة وفي وزارة الثقافة بالتحديد، والمهازل التي نشهدها في عهد وزيرة الثقافة في هذا الزمن السعيد. لكن فما ايرجنس اخرى، ما نجمتش نحكي على الشأن الثقافي تو غدوة ان شاء الله نعملوا لايف ديتايي. فما ايرجنس اخرى اللي هي موجوده في تونس الكل معناها بالمناسبه، لكن اتصلوا بها العديد من اصدقائي بمعتمدية السبيخه ولايه القيروان. ناس تحتضر، ناس تتشكى، دونك الماء مقصوص، الضوء مقصوص لساعات، قالوا فما عتب فني بالنسبه للستيك تو يتصلح. جات حسب ما يقولوا لي توا بالتليفون، جات ستيك، جاو اعوان ستيك باش يشوفوا شنو هي البان، قال لهم لا هي تحب لها 3 ايام باش تتصلح. يعني نحكي على حي النور بالتحديد اللي هو حي كبير فيه عدد كبير من المتساكنين، فيه كثافه سكانيه وفيه عديد المرافق وفيه ناس. هنا نحب نقول مثال شراوذي، نداء استغاثه هذا لكل السلطات اللي مازال عنده جرام وطنيه ولا مازال عنده جرام انسانيه قبل كل شيء فليتدخل عاجلا. هذه راهي ماهيش موضوع للمساومه ولا هو ملف معناها باش تعمل به شعب، باش تعملوا به شعبويه مع الزواولة ومع الناس البساط ولا باش تعملوا به حتى شيء من هذا. راه هذه راهو سي اون اورجونس فيتال، راهو ماهيش لعبه، حياه ناس في خطر. راهو فما شكون في داره قاعد سوز اوكسجين معناها يتنفس بالاكسجين الاصطناعي، راهو ناس يلزمها الضوء موجود في ديارها ويلزمها الماء موجود في ديارها في درجات الحراره اللي توصل 49 في الظل وتوصل 48 في الظل في ولايه القيروان. وتعرفوا الى ولايه القيروان اكثر منطقه واكثر ولايه تقريبا مش في تونس فقط لكن في المحيط كله اقليميا هي اكثر ولايه تشهد درجات حراره مرتفعه. وهذا نشوفوا فيه، راهو مش نقولوا فيها كيكه، معناها انا نخدموا في القروان ونشوفوا فيه يوميا، نشوفوا درجات الحراره اللي قاعدين يعيشوا فيها وخيالنا في القروان بشكل دائم وبشكل مستمر. دونك لهنا راهي ماهيش لعبه، راهي الناس تحرموها من الماء، تحرموها من الضوء، راهو ما تقوليش عتب، اسمع لي زيكسكيوز هذوما، راهو يا اوكون اكسكيوز كونفانكونت، ما عندك حتى ما بالنسبه للناس اللي باش تخرج توا تبرر ولا باش تعطي باش تفسر ولا ما تفسر لي حتى شيء. راهي هذه راهي حاجه حياتيه، راهو مدستره في الدستور لكل مواطن الحق في الماء، ماهيش لعبه، معناه ماكش باش تتمزع عليه باش تصلح له الماء، ماكش باش تتمزع عليه ولا باش تعمل عليه مزيه باش تعمل تدخل فوري ولا عاجل باش تصلح له الماء ولا باش ترجع له الماء. راهي ضروره حياتيه خاصه في الصيف. راهو حطوا رواحكم المسؤولين اللي قاعدين توا تحت الكليماتيزور معناها وقاعدين في بيرواتهم ساق على ساق يتفرجوا، حط روحك في دارك ما عندكش ماء 5 سوايع برك فيها الصيف، مش نهار ونهارين وثلاثة. راهو فما برشا معتمديات أخرى في برشا ولايات أخرى. بالله توا فما جماعة مانيش نحب من أنا تعرفوني ما نتفاعلش مع التعليقات، لكن توا فما تعليقات ما فهمتش يعني العباد هذيا كيفاش تخمم. توا فما شكون يقول لي إيش دخلك أنت في السبيخة ما تمل مستير. معناتها شفتوا أنتوما المنطقة توا نتاع مازالوا يعيشوا ما بيناتنا الجراثيم هذيا، يدخلني ونص يا سيدي البلاد نخدم فيها عندي 4 سنين ومالها عندهم فضل عليا وتونس كلها عندها فضل عليا وتونس كلها بلادي. واختاكم من رويق الماست، شكون التافه البسيشيك اللي يكتب في دي كومنتير من نوع هذا؟ معناها توا خارج نتكلم على ناس تحتضر، معناها ناس بالحق، معناها عن ابجديات الحياه، ضروره الحياه، ضروريات الحياه البسيطه اللي بحق اي مواطن ما عندهمش. جاي يقول لي ايش دخلك انت في السبيخه تكلم على بلادك؟ ما زلنا بمنطق بلادي وبلادك، تونس كلها بلادي ونتكلم على نحب والبري ما يعرض لي في الدوره سافا بالمنطق هذا. معناها شوفوا كل المارك معناها به. دونك الناس هذيا حي النور بكله خلاف السبيطاء اللي فيه ترونسفو ولا فيه بالطبيعه هذاك معناه ضروره حياتيه، معناه مرضى تجي تحتضر الناس معناتها دي كار دورجونس اللي هما يعلم بحالي رب يعلم بحالهم كان ربي، هذوكم عندهم ترى كان ضوء السبيطار يشعل لك هاو. دونك لي زالونتور نتاع السبيطار وحي النور بكله ما في حتى لمبه تشعل، ما في حتى دار تشعل. شنو معناها يجيهم يقولوا لهم تحب له 3 ايام الضوء باش يرجع؟ اسكو سي نورمال؟ معناها عندكم مخاخ تخموا بيهم وعندكم خيوين؟ هذا كان قبل تسمعوا به شيء هذا؟ هذا قبل تسمعوا به قصان الضوء على العباد يقعد بالنهار وبالنهارين وبالثلاث ايام ويتمزاو عليهم يرجعوا لهم كل 5 سوايع في النهار و4 سوايع في النهار في السباله في معتمديه السباله من ولايه سيدي بوزيد وغيرها وغيرها. يا اخي نورمال معناها عادي في الدوله هذه؟ عادي نورمال؟ بالله العظيم شيء ينطق، شيء جهل، شيء جهل. عباد عايشة تحت خط الفقر معناها بدرجات ورضاو بالهم والهم ما رضاش بهم، معناها توا راضين بك الظروف الحياتية هذيك التعيسة للغاية والفقر المدقع للغاية راضين به. أرياف راهي نائية في معتمدية السبيخة وغيرها، معناها سامحني معناها لهالدرجة معناها مستباحة لحياة المواطن التونسي؟
لهالدرجة مستباحة كرامك المواطن اللي يعيش في المناطق الداخلية لهالدرجة معناه تمت استباحتها أسوبون لا معناه العباد الكل تتفرج راهو نورمالمون الناس كل راهي مسؤولة الناس كل من أعلى هرم في السلطة للأسفل السافلي خليني نقول دونك حتى حد ما يتملص ولا يتنصل من المسؤولية هذه راهي مسؤولية ناس كل مسؤول هذه مسؤوليته هو كل قيادي في الدولة هذه مسؤوليته دولة الهنا وقياديين القود الجبانة اللي قاعدين عايشين فيهم تو اللي قالك العهد السعيد متاع الخليفة اللي باش يصلحوا بيه وتصحيح المسار تصحيح المسار شوفوا ناس فين عايشة تو قالك تصحيح المسار دونك رجاء معناها جرام من الإنسانية تو ما عادش نخاطبوا فيكم الوطنية المسؤولين فقدنا فيكم الأمل نعرفوا أنتم بعاد كل البعد معظمكم باش نقول ما نعممش يفو با جينيراليزي مي 90% منكم بعاد كل البعد على مفهوم الوطنية وعلى حب البلاد هذه خلينا نخاطبوا الاخرى جرام انسانيه هو عبد كيف يشوف قطوطه في الشارع باش تموت بالماء يعبي لها طاس ماء ويحطها لها تشرب ولا يعبي لها سطل ماء ويحطها لها تشرب معناها هذا العبد حتى اليهودي معناها مانيش سيغريغاسيون ولا حاجه اليهود ربما احن من برشا مسلمين اما حتى معناها العبد اللي مش من نفس المله نتاعك حتى العبد الملحد كيف يشوف هايشه تموت تتضخ بالعطش يمد لها ويحط لها ويهبط ويحط لها طاسه ماء باش تشرب ويشربها ماء بارد هذو عباد راهو هذو ناس فيهم دي بي بي فيهم رضع فيهم نساء حوامل فيهم نوافس اللي يرضعوا فيهم كذا راهو اخذروا لهذه كل حطوا روحكم في بلايصهم الناس هذوما انت حط روحك في بلاصتها الناس هذي حط روحك في بلاصتها تخرج بالسيف من عليك وتعمل الريباراسيون اللازمه وتعمل الاصلاحات اللازمه قبل الليل وتقعد وتلم اعوانك وبالسيف من عليهم ولا ما يحبش يجي غيره هذه حياه بشر اون كيستيون راه هذه حياة ناس اون كيستيون بعد كان لا قدر واحد عايش بالاكسجين الاصطناعي في داره يقص عليه الضوء 3-4 سوايع يموت شكون يتحمل مسؤوليته؟ شكون اللي يتحمل مسؤوليته؟ باش يتحمل مسؤوليته المعتمد باش يتحمل مسؤوليته نتاع السيك باش يتحمل مسؤوليته نتاع شكون باش يتحمل مسؤوليته؟ كلكم تتحملوا مسؤوليته الروح هذيك اللي باش تفقد جراء الليفان هذوما والحاجات الكارثية اللي ما كناش نشوفوها قبل راهو كلكم باش تحملوا مسؤوليتها حتى حد ما ينجم يتنصل من بعد من اقل مسؤول لاعلى هرم في الدوله الكل اي كومبري رئيس الدوله اللي يشوف الشيء هذا وما يتدخلش اي كومبري رئيس الحكومه ما شاء الله ما شاء الله نهار طول على القرارات نتاع رئيس الجمهوريه تفضل سور تيران هاي ناس تعاني هاي ناس تعاني لا لاقي توا عاد قالوا لا مش لاقي ما عادش نقولوا ما لاقي ما تاكل توا لا لاقي ما تشرب لا لاقي ما تغسل لا لاقي ما تضوي عايشه في الظلام وفي الدهاليز في 2023 هي شنو عاد شنو عاد يا اخي الصبر ما عندوش حدود عند التوانسه يا اخي مقدار الصبر اذا كان صبروا عليكم الناس هذوكم معناتها صبرهم مازال متواصل اعفس كيما تحب اعفس كيما تحب واعمل كيما تحب وتصرف كيما تحب نورمال عندكم معناها عادي عادي شيء هذا عادي في البلاد هذيا عادي توا هذا تصحيح المسار وكجمع عاد كلا قالوا خبز وماء وبن علي لا هاكم الخبز تشدوا عليه الصف من الخمسه نتاع الصباح وما تاخذوش وقريب تطيح عليه الارواح الماء هاو ما فماش جمله واحده كان هبط يهبط مارون كولورو معناها بكله سخ وعقاقر والله اعلم به شنو فيه وشنو ينجم مش ما نقولوش الله اعلم نعرفوا شنو ينجم يعمل في الكوري ما معناها ويقص بال 20 ساعه وهاكا شوفوا معتمديات ما فيهاش ماء فهمت الضوء كمل خلط عليه توا لا 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 كهرباء لا حد شيء معناها وباقي قاعدين ناس تتفرج ما فهمتش اسكو العقول هذه قاعده تعيش معانا في بلادنا ولا لا العقول هذه قاعده تعيش في بلادنا ولا لا علاش ما يتكلموش تو قول قايل اني عندي ضوء اني لهنا تو يعني عندي ضوء ما اش دخلني في الناس اش دخلني نعمل في المشاكل اش دخلني نمد في وجهي ونتكلم يا اخي هذوكم ماهمش اخواتك مش ابني عمك مش ولاد بلادك مش اللي يصير عليهم ينجم يصير عليك مش يا رسول الله معناها بلاد مش يكرهوك فيها مش باش يهجوك منها لكن قلنا لكم والله العظيم والله العظيم والله العظيم لنا خارجين منها ولنا هاجين منها ولا منحرروها من كل مسؤول يا اما خاين وعميل كما برشا نشوفوا فيهم توا يا اما ما يهموش معناها مون فوتيست خلي العباد تموت اللي يعيش يعيش اللي يموت يموت اللي يمنع يمنع قصيتوا الماء قصيتوا الضوء ما همكم في حد شيء هذوك والله الا ما يتحاسب ريتو لا قاعد صاير توا الكل والله العظيم القضايا كلها حاضره ضدكم الكلها ولا ما تتكركروا اليوم تتغلقوا وتتسكر في المحاكم نهار اخر الا ما نكركروكم في المحاكم ولا ما نحيروا لكم القضايا الكل نتاع الامن القومي نتاع الارهاب الا تنصلتوا منها ولا منعوكم منها دايور ولا حكم سعيد منعكم منها القضايا هذيك الا لتو ما فما حتى قضيه تحلت سيريوزمون وما فماش ناس توقفت على قضيه ارهابيه
قال شنو قال انستالينغو قال مدرشني دونك لهنا هدرتوه هذي كله اللي قاعد صاير والله الا ما تخلصوا والله العظيم هذي كله الا ما تخلصوا الكل هاتوا تتفرجوا وهذا قصان الماء وقصان الضوء راهو شفتوا الاعلام العار زي ده اعلام العار نورمالمون حاجه كي من هكا تتجند وسائل الاعلام الكل راهو تتجند وسائل الاعلام الكل وتعمل متركاج راهو اهالينا في البلاصه الفلانيه اللي عندهم لا ماء لا ضوء باش يقعدوا هكاك نهارين وقالوا لهم باش يقعدوا 3 ايام وين الضغط الاعلامي وين المتركاج ميدياتيك وين الاعلاميين الوطنيين هذاك علاش خرجت منهم الاعلام التونسي وهذاك علاش ما عادش نشط لا حتى اذاعه ولا حتى تلفزه حتى كي نحضر كرونيكور ولا اونتون كان فيتي في تلفزه اجنبيه زاد ما عادش حاب نحضر في الاعلام التونسي بالكل لا عادت نشط لا عادنا نحضر خاطر كلهم يخدموا في اجنده 99% منهم الكل يخدموا في اجنده ما يهموا في حتى حد مصلحته ولا يهموا في حتى حد انت كان جيت في معتمديتك انت كصحافي معروف كان جيت انت معتمديتك وداركم تحرموا من الماء والضوء نهارين ولا ثلاثه ايام باش تتكلم ولا ماكش تتكلم ما باش تمد الميكرو نتاعك وتقوم تصيح وتعيط وتخليها هذا كان ما عطاكش عروفاتك ما عطاوكش اوامر باش ما تقلقش الشعبيه نتاع سيدنا ولا باش ما تقلقش المسار نتاع الحكومه باش ما يقولوش هو في حكومه سيدنا قص الماء وقص الضوء اختاكم الروايق واختاكم المنطقه هذيا راهو ما عادش يوصل والتوانسه كلها فايقين بيكم يا سيدي ما عملتوش انتوما منابركم تص فيكم وفي منابركم الصوت هاو قاعد يوصل والتوانسه قاعدين يبارتاجيو بالله يبارتاجيو الفيديو قد ما تنجموا خلي المعلومه توصل للناس الكل خليها توصل للناس الكل شمتى فيهم هما وفي منابرهم وفي اذاعاتهم وفي تلفزاتهم الا نهار دول ما قاعدين ينبروا ويهلوا ويكبروا للصفر انجازات للصفر انجازات والعباد اللي قاعده توا فما بعض منهم قاعد يكومنتي تي ترغى روحك تشد صف خمسة سوايع أو ستة سوايع على زوج باكيت وثلاثة باكيت ويبيعوهم لك مارشي نوار ويحيى فلان وكلنا كلنا نورمال انتوما نورمال فهموني نورمال عندكم مادة شخمة كيما اللي عند العباد الكل كيما اللي عندنا ولا شنو معناه انت تو وصلت صايي معناه لا سمين لا فرينة لا سكر لا كسكسي لا حد شيء لا مشتقاتهم لا حد شيء دبوسة زيت تيح عليها الأرواح كيلو سكر وصل في عزيزه يتيق عليه الارواح معناها وباقي كلنا كلنا يا سيدي كلنا انستك انستكم به ان شاء الله تعيشوا ما اكثر من هكا كانك عليا الناس هذيا ان شاء الله تعيش ما اكثر من هكا وان شاء الله ظروفها تولي مش اتعس من هكا بدرجات خليكم ربي يونسكم بكلنا وربي يونسكم بجماعتكم اما بجاه ربي رجعوا المال للناس ورجعوا الضوء للناس راهم ماهمش هوايش راهم ماهمش حيوانات راهو بشر كيفكم 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 كيفهم راهم كاملين الحقوق والحريات وراهم انتوما تستغلوهم في المحطات الانتخابيه وتجيو تفكرون كان وقتها تتفكرون كان وقت المحطة الانتخابية تو كان جات فما انتخابات الجمعة الجاية هاتو تلقى ستيك وسونيت جات وتو تلقى ريباراسيون تعملت بالوقت وتو تلقى الضوء رجع والماء رجع والكياس رجع ويجيو جماعتنا ويعملوا هلال ويعملوا كان لازم بتبل وسكرة ويقول لك اي هي حكومتنا وسي قيس رجع لنا الضوء وكذا وكذا دونك ما يمشيو لهم كان في المراحل الى وقت حشتهم بيهم ان شاء الله تفيق العباد ان شاء الله الناس تفيق وتعرف شكون تحط صبعها في الصندوق ان شاء الله العباد تفيق هاكم ريتو منهم الدمار توا هاكم ريتو هذا كله عايشين توا لليوم هاكم توا جويليا والسخانه هذه ومازال اوت اجرا في اوتش باش يصير فينا اجرا في اوتش باش يصير فينا دونك رجعوا يا سيدي برا اخدموا كيما تحبوا اخدموا بالمنابر باعلام اطلانتس العميل اخدموا بهذا كله اخدموا بيه كيما تحبوا اما على الاقل حياه العباد ما تلعبوش بها ارواح الناس ما تلعبوش بها ارواح البشر ما تلعبوش بها راكم مسؤولين عليها اليوم ونهار اخر على الاقل رجعوا المال للناس ورجعوا الضوء للناس ورجعوا الناس خلي تتنفس رجعوا للناس النفس خلي تتنفس الناس غطت فدت اتيقرت اتخنقت اسفيكسيه العباد ما عادش منجمين يتنفسوا النفس بالكونت جوت يتنفسوا فيه العباد بالاكسجين في ديارها تقص عليها الضوء نورمال هذا وين عايشين وين عايشين والله العاد يهمني فيهم الجماعة لا يطبلوا له ولا لا يعملوا للحكومة برا أموركم هات تعطيني ننقذوا أرواح بشرية هات نحركوا فيكم شوية الأخرى جرام إنسانية نحركوا فيكم شعرة متاع إنسانية فقط خلي تتحرك شوية باش الأرواح هذيك تمنع ومن بعد الحساب تو يجمع تحاكموا في بعضنا بعض ما زالت المحطات السياسية وما زالت الحسابات والعقابات ما عندكم وين هاربين أما على الأقل منعوا حياة البشر منعوا حياة الناس أوقفوا هذه المهزلة أوقفوا هذه المظالم أوقفوا هذه الجرائم هذه جريمة في حق الشعب هذه جريمة في حق فئة كبرى من الشعب هذه جريمة في حق ناس مفقرين ديجا من عند ربي ناس مهمشين ناس ولا من يتلفت لهم ديجا تكمل انت تقص عليهم الماء وتقص عليهم الضوء نعاود ما نطولش عليكم اكثر من هكا نختم صيحة فزع مرة اخرى ونداء معناها مش فزع غادي من الاستغاثة لكل المسؤولين بولاية القيروان و
على مستوى وطني ومركزي، ايضا من شركة الكهرباء والغاز، من سونيت، من الدولة الكل، بربي ادخلوا، بربي ادخلوا رايحية بشار اون كيستيون فقط، ما نزيدش اكثر من هكا. وتحية لكل معتمدي السبيخة ولكل اهالينا في السبيخة ولكل اهالي ولاية القيروان ولكل اهالي الجمهورية التونسية ولكل الشعب التونسي سواء سيا كيف كيف، ما عندناش حتى فرق ما بين اي بقعة، لكن النداء جاني من سبيخة، سبيخة عندها فضل عليا ما نجمش ما نتكلمش عليها. جيكزيرس غادي، عندي 4 سنين ومثلت نخدم غادي، دونك بلادي، بلادي ونص بالنسبة للأقل اللي دخلك في السبيخة، بلادي ونص ونتكلم عليها ونص، وتصبح على خير.